عصام بابا بده يروح، ما بدك تودعه؟ إذا ما بدك بقول له إنك نايم. إيه وأكيد هو رح يصدق، مش لأنه غبي، بس لأنك بتكسبي بطريقة ما بتخلي اللي قبالك يشك ولا لحظة إنك عم تكسبي. بدك تسلم عليه ولا لا؟ خاف ما اكتفي إني ودعه بس. شو يعني؟ ما بعرف. ليكي شو رأيك نستغل وجوده معنا وناخد برأيه؟ ليك عصام، فيك تهيني قد ما بدك، فيك تسمعني كلام من هون لحتى موت، فيك تعمل معي اللي بدك إياه، فيك تحاسبني قد ما بدك وبالطريقة اللي بتلاقيها مناسبة، بس البابا بالزيت إذا بتجرب تكسر بخاطره فلي من وجهي، نزل بعد شوي.